بسم الآب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. اخريستوس انستي اليثوس انستي، المسيح قام بالحقيقه قام. النهارده 26 ابريل سنه 2020 يوم الاحد المعروف باحد توما. طبعا يوم حد توما من ضمن الأعياد السيدية اللي الكنيسة بتحتفل بيها، لأن في اليوم دون السيد المسيح أظهر قيامته لتوما، وأظهر قيامته كان بعد ما كان أظهر قيامته بحوالي أسبوع أو 8 أيام، يعني من الحد اللي فات لبقية التلاميذ ما كانوا مجتمعين، بس توما ما كانش موجود في وسطهم. طبعا زي ما حضراتكم كلكم فاكرين القصة، ان اما التلاميذ قالوا لتوما ان السيد المسيح قام وجه وظهر في وسطنا، فراح توما رد عليهم قال لهم انا لو ما شفتش بعناية اثر المسامير وحطيت صبعي في اثر المسامير وايدي في جنبه مطرح الحربة، انا مش ممكن اامن بقيامة السيد المسيح. وعلشان كده يعني وصفنا أو وصف بعد شوية أو بعد كده توما بأنه هو إنسان شكاك، لأنه شك في قيامة السيد المسيح وما أمنش بيها وما صدقهاش غير لما السيد المسيح ظهر له في مثل هذا اليوم، يعني النهاردة اليوم اللي بنحتفل بظهور المسيح لتوما وتبديد الشك بتاعه اللي كان موجود جواه ساعة ما قال له تعالى يا توما وحط صبعك في ايديا مطرح المسامير وحط ايدك في جنبي ولا تكن غير مؤمنا بل مؤمنا. انا عاوز بنعمة ربنا النهاردة اكلمكم على الشك، لان الشك دون ما هوش خطية سقط فيها توما فقط، ولكن دي خطية سقط فيها كتير من التلاميذ التانيين برضو، زي مثلا ما عارفين قصة تلميذي عمواس زي وهم ماشيين في السكة كانوا عابسين وكانوا شاكين في ان مش بس في القيامة، ولكن كانوا شاكين في ان اصلا السيد المسيح دون ان هو يعني المسيا المرسل لفداء العالم ولخلاص العالم. والسيد المسيح ظهر لهم في الطريق وقعد يتكلم معاهم لحد ما قلبهم التهب جواهم، وبعد كده ما دخل وقعد معاهم وكسر الخبز انفتحت اعينهما وتبدد الشك برضو اللي كان جواهم، ورجعوا مسافة حوالي 7 ميل بسرعة لمدينة أورشليم تاني علشان يقولوا للتلاميذ إن هم رأوا الرب. بصراحة الشك بيحاربنا إحنا كلنا كبشر، ولكن ممكن يكون بيحارب كل إنسان بطريقة مختلفة. وأنا النهاردة عاوز أتكلم معاكم في 3 محاور الشيطان يحاربنا بالشك فيهم. أول جزئية الشيطان يحاربنا فيها، ودي بصراحة يعني أنا الفترة اللي فاتت دي عمالة تتردد على بالي كتير وعمالة أسمعها من ناس كتير، هي فكرة أن أشك في غفران الله أو في رحمة ربنا. أحيانا كتير الإنسان ممكن يكون في الماضي بتاعه في خطية أو عدد من الخطايا أو كتير من الخطايا، وقد تكون الخطايا دي خطايا هو شايفها بنظرة عينه هو إن هي خطايا من العيار التقيل، لأن أنتوا عارفين إحنا مع الأسف كتير بنصورت الخطايا يعني كده أو بنبندها ونقول إن دي خطية من البند الخفيف ودي خطية من البند التقيل. وأحيانا كتير حتى نلاحظها إن في الاعترافات أحيانا شخص معين لما يجي وهو بيعترف يقوم يعترف مثلا بخطيتين 3 اللي هو إيه، هو من وجهة نظره شاعر إن دي الحاجات الكبيرة مثلا، وبعد كده بعد ما يخلص الخطيتين 3 الكبار دول يقول وشوية حاجات كده بقى تانية صغيرة، يعني شوية كدب على حلفان على شتيمة على على نرفزة على مش عارف ايه، على اساس يعني ان الحاجات دي يعني فوق البيعة او دي حاجات خفيفة الانسان مش هيتحاسب عليها، مع ان احنا عارفين ان الكتاب المقدس بيقول ان حتى الخائفون
ما يخشوش الملكوت، والشتمون ما يخشوش الملكوت. يعني خطيت بس ان اكون خايف، دي في حد ذاتها خطيه ممكن تحرمني من الملكوت. خطيه مجرد ان انا اكون بقول كلمه كده غير لائقه او شتيمه الناس بتعتبرها مثلا حاجه صغيره، دي في حد ذاتها ممكن حاجه تحرمني من الملكوت. يبقى من اخطا في واحده فقد اخطا في الجميع. علشان كده الانجيل يقول ان الجميع زاغ وفسدوا واعوزهم مجد الله. يبقى إذن في نظر ربنا أو في نظر الله ما فيش حاجة اسمها خطية كبيرة وخطية صغيرة، كل الخطايا بتتساوى وكل الخطايا تحرم الإنسان من الملكوت. ولكن في بعض الخطايا ممكن يكون التوبة عنها أو الرجوع عنها أصعب، لأن في خطايا معينة بتتلف حوالين البني آدم وتربطه ربطات جامدة تخليه يبقى مش قادر ان هو يقوم منها بسهولة. ايه الحاجات اللي هي زي العلاقات الخاطئة، الحاجات اللي زي الادمان بكل انواعه، سواء كان بقى ايا كان، يعني سجاير، مخدرات، قمار، شرب، عادة شريرة. كل الخطايا دي انها بتأيد الانسان او بتكون فورم جواها عادة معينة، فدي ممكن يكون الرجوع عنها أصعب شوية. طيب لنفترض أن أيا كان حجم الخطية وأنا جيت قدمت توبة ورجعت عنها ورحت قابلت أب اعترافي، قلت له يا ابونا أنا أخطأت في الموضوع دون وربنا يعني بطلب أن ربنا يسامحني، وأبونا يقرأ لي التحليل وفعلا أن ممكن أنا كبني آدم خلاص أبتعد عن هذا الشيء وخلاص ما عودش أرجع له. يجي بقى الشيطان يعمل إيه؟ يجي الشيطان يبتدي معايا لعبة الشك ويقول وانت تفتكر ان انت كده فعلا تبقى تبت، طب واللي كان حصل قبل كده، ويبتدي يدور في ذهن الانسان اللي بنسميه في القداس تذكار الشر الملبس الموت، اللي بنقول نجينا يا رب من تذكار الشر الملبس الموت. يرجع يقعد يفكره بالخطية أو بتفاصيل الخطية، أو إذا كانت الخطية دي في ناس معينة اتأذت فيها، يقعد يقول طب أنت مثلا توبت ماشي، بس في نفس الوقت طب ما أشوف فلان دون اتضر أو اتأذى أو أيا كان، ويقعد يدور الموضوع في ذهن البني آدم علشان عاوز يفقدوا الرجاء في الغفران. أول حاجة عاوزين نقولها إن الكنيسة بتاعتنا مليانة وتاريخ المسيحية مليان بقصص وناس كتيرة جدا تعمقت في أعماق الخطية وأعماق الشر إلى أبعد الحدود، لدرجة ان كان في مثلا قصة واحد في احد عصور البطاركة، مش فاكر يمكن كان بابا ديمتريوس، اللي كان راح كتب على نفسه صك مع الشيطان، يعني كتب عهد مع الشيطان بالدم. يعني ده واحد دخل في ميثاق، وشفنا وازاي اما وقف البابا البطرك ده هو شعب الكنيسة يصلوا وقعدوا يصرخوا ويقولوا يا رب ارحم وكريا ليسون، ازاي نلاقوا ان الصك ده نازل من سقف الكنيسة كده، نزل كده هبط عليهم، فراح أخدوه وقطعوه حرقوه، وراح ربنا حرر الإنسان دون من عبودية الشيطان. شفنا في تاريخ الكنيسة واحد زي القديس مرقس والي البرولوس اللي هو كان والد القديسة دميانة، إزاي الإنسان دون وصلت بيه إن هو راح بخر للأوثان، ومع أنه بخر للأوثان وأنكر إيمانه، إلا أن بعد تبكيت بنته القديسة دميانة رجع عن الخطية بتاعته ديا وراح اعترف وجهر بإيمانه للسيد المسيح قدام الإمبراطور ونال إكليل الشهادة. شفنا في تاريخ كنيستنا واحدة زي القديسة مريم القبطية اللي عاشت سنين طويلة في الخطية وكانت بتستلذ أنها تسقط الشباب والرجالة في الخطية، مش علشان بس حب في كسب المال، ولكن كنوع من اللذة انها بتتلذذ انها تسقط البشر في الخطية، وازاي انها وصلت بيها الجرأة انها تسافر لحد القدس الاراضي المقدسة عشان تدور على انها تعمل الخطية هناك. ولكن مع الرغم من دون صارت قديسة وصارت انسانة سائحة، لدرجة ان احنا بنذكر في سيرتها ان ازاي زوسيما القس استحق
ان يشوفها وانه يناولها من الاسرار. يعني مش هي اللي استحقت انها تشوف ابونا زوسيما، لا، ده ابونا زوسيما اللي استحق ان يشوفها ويناولها من الاسرار. يعني اذا هي يعني صارت في درجتها الروحيه انها اسمى من القديس الانبا زوسيما القس. ويمكن قد كنا لا نعرف شيء عن سيره القديس الانبا زوسيما الا علشان خاطر مقابلته مع القديسة مريم القبطية. شفنا موسى الأسود وشفنا أغسطينوس وشفنا غيرهم بناس كتيرة جدا. إذن مهما دخلت في عمق الخطية ومهما إن بعدت عن ربنا، مفيش حاجة اسمها مفيش رجوع، ومفيش حاجة اسمها إن أشك في رحمة ربنا. أتذكر الله ينح نفسه أبونا أنطونيوس يونان حكى لنا قصة جميلة خالص عن العذراء، ازاي ان كان في واحد اسقف كان بيلبس مسوح على اللحم تحت هدومه، وزي ما المسوح دي اندابت فراح طلب من تلميذه يروح يشتري له شوال كده خيش، فجاب الشوال وحطه قدامه وبقى متحير ازاي يفصل من الشوال ده مسوح يلبسها على اللحم من يعني تحت هدومه. ففي الحال ظهرت له العذراء وراحت عملت بصابعها كده بايديها على الشوال الخيش دون، فبقي قميص معمول من الماتيريال دي يعني، واخده الاسقف ولبسه مسوح على اللحم من جوه، بقي فرحان خالص بالمسح اللي عملته العذراء دي. لفت الايام وكان في واحد راجل رئيس عصابة كبير جدا في البلد قرر انه عاوز يتوب، فقال لك انا راح اتوب على اكبر راس في البلد اللي هو الاسقف دوت. فراح للاسقف وقعد معاه قال سيدنا انا عاوز اعترف، قعد معاه وقعد حكى له انا عملت كذا وكذا وكذا وكذا. فراح مع الاسف الاسقف دوت وقتها استصعب خطيه اللص دوت، قال له يا ابني انا مش شايف ازاي يعني واحد ممكن يتوب بعد كل اللي انت عملته دوت، فيعني انا نصيحتي بقى ليك ارجع بقى وكمل حياتك كده وخلاص يعني. فرجع رئيس العصابة دون، وبعدين ليلتها وهو نايم ظهرت العذراء لرئيس العصابة دون وراحت قالت له ارجع لقول للأسقف ما الخياطة بتاعتك بتقولك ما تصعبش التوبة على الناس الراجعين وما تشككهمش في رحمة ربنا. فراح في الحال صحي وطبعا مش عارف القصة دي، فرحت رجع للأسقف وقال له الخياطة بتاعتك بتقول لك ما تصعبش التوب على الناس اللي راجعين وما تشككش الناس في رحمة ربنا. فأول ما سمع الأسقف كلمة الخياطة دي أدرك أن العذراء ظهرت للراجل دون وقبل توبته وقبله تاني في الكنيسة. فإذا أول حاجة مش عاوزين أبدا أبدا أن احنا نشك في رحمة ربنا، وثق أن ربنا يعني فاتح باب التوبة. ويوم ما ترجع لربنا وتتوب اوعى تشك مرة تاني بعد كده او ان الخطية اللي انت اعترفت بيها دي وتوبت عنها انها اتغفرت. يجي الشيطان بعد كده يقول لك ايا كان دي كانت خطية صعبة قوي، دي كانت خطية كبيرة قوي، ده ناس اتأذت فيها قوي، ده اي يقول اللي يقوله. افتكر كده هو ان ربنا بيقول لك انا اما اغفر خطاياكم بيطرحها في بحر النسيان ولا يعود يذكرها ايضا. ومن ضمن التعبيرات الجميلة اللي سمعتها من احد الاباء بيقول ان لما بياخد الخطية وربنا ياخد الخطية ويرميها في البحر دون بحر النسيان، في صين كده متعلقة جنب بحر النسيان مكتوب عليها نو فيشنج، يعني ممنوع الصيد. نو فيشنج او ممنوع الصيد يعني ايه؟ يعني ما تروحش انت بقى تقعد تصطادها او تقعد تدور عليها، لان خلاص هو رماها ومحدش، ما دام اترمت خلاص يبقى تتنسي وما ترجعش. ايه لو حاول الشيطان يفكرك بيها قول خلاص ده ربنا سامحني وعفى عني واداني بدايه جديده. تاني حاجة الشيطان أحيانا يشككنا فيها تجاه ربنا، أحيانا الشيطان يشككنا تجاه ربنا في حتة قدرته، يشككنا في قدرة الله، خاصة أما الواحد يتحط في مشكلة أو في ورطة كبيرة. وأحيانا في بعض المشاكل أو الورطات الواحد يقعد كده قدامها ويقول الله طب دي إزاي، دي مشكلة كبيرة جدا. وأحيانا الإنسان يشوف المشكلة وسط ما هو شايف المشكلة عينيه تبقى يعني آسف اللفظ معمية أو يعني مغمضة،
عن يد الله القادرة. احنا عارفين ان ربنا بنقول ان اخرج شعب اسرائيل بيد عزيزة وذراع عالية، يبقى اذا ربنا ما بيخرج شعب اسرائيل بيد عزيزة وذراع عالية، يعني ده معناها ان ايد ربنا ما فيش اي حاجة تصعب عليها. وعلى فكرة من ضمن الترجمات التانية احيانا يقولوا انت خرجهم بيد رفيعة وذراع عالية. وحتى ايه حكاية يد رفيعة دي؟ هقول لكم، في ناس فسروها قال لك انت عارف لما يكون في حاجة مثلا محبوسة جوه ازازة وعنق الازازة دو ضيق جدا، فيقول لك طب احنا عاوزين نطلعها من جوه، طب نطلعها زي مين؟ ايده تعرف تخش جوه عنق الزجاجة؟ يقول لك نشوف حد تكون ايده رفيعة. ايده رفيعة، مش رفيعة معناها ضعيفة، بس معناها انها تعرف تخترق الحواجز او تعرف تخش في الحتت الضيقة خالص اللي محدش يعرف يخشها او محدش يعرف يوصل لها. فربنا ايده عزيزة وذراعه عالية، أو إيده رفيعة وذراعه عالية، يعني إذا معناها إن أيا كانت الأزمة أو الضيق أو التجربة اللي أنا فيها، ربنا يقدر يحط إيده مهما كنت أنا إن شاء الله في أعماق إيه الأرض. يعني زي ما يقول يونان النبي وهو في بطن الحوت في مزاليج الأرض والجبال، وأحاط برأسي العشب التف برأسي. ومين كان يقدر يفكر ان ربنا ممكن بطريقة معجزية ان يطلع يونان من بطن حوت وهو في اعماق الارض؟ ولكن دي لو تفكرنا او تورينا حاجة، ان مهما كانت الضيقة او المشكلة اللي احنا بنمر بيها مفيش حاجة صعبة على الله. اوعى لحظة من اللحظات تشك في قدرة ربنا. يقول ان مرة كان في واحد راجل ساعاتي، والساعاتي دون كان بيمر بأزمة مادية جامد لأن البزنس واقع ومفيش حد بيشتري منه حاجة. ففي يوم قاعد بيحكي قدام بناته كده إن مفيش فلوس، فراحوا البنات بيقولوا له يا بابا ما تخافش، ما ربنا هيعولنا وهيتصرف معنا، ده حتى ربنا عال إلي بواسطة غراب لمدة 40 يوم. فراح الأب كده بنوع من يعني السخرية قال لهم وهو يعني ربنا هيفضل يستخدم الطيور لحد دلوقتي؟ ده قصة في الإنجيل أيام زمان وخلاص، ولكن إحنا الأزمة اللي إحنا فيها دي ده ما حدش يعرف يطلعنا منها. تاني يوم وهو قاعد في المحل بتاعه بيبص لقى طائر غريب دخل جوه المحل زي ما يكون تايه ومش عارف يروح فين، وراح قاعد يرزع في المحل كده يمين شمال الطائر دون، لحد ما راح كده ناحية الفاترينا قام قوام السعادة دوا مش عارف يتصرف ازاي، قام قفل الفاترينا على الطائر دوا عشان يعني ايه يحبسه كده جوه لحد ما يشوف يتصرف ازاي. مفيش كده 5 دقايق بيبص لقى ناس داخلين جري كده ماشيين في الشارع، وشافوا الطائر ده في الفاترينا وراحوا دخلوا عليه في المحل، والناس دول كان شكلهم كده حرس من الناس الحرس يعني الكبار قوي. فأول ما دخلوا له قالوا له انت الطائر ده بتاعك؟ أم قال لهم لا ده مش بتاعي، ده دخل يرزع كده في المحل وانا رحت حبسته في الفاترينا مش عارف اتصرف ازاي يعني. أم قالوا له طب اعمل معروف خليه كده زي ما هو محبوس في الفاترينا، ده الطائر دون بتاع الأميرة بنت الملك يعني، وته منها وهي قاعدة عمالة تعيط والملك بعتنا ان احنا ندور على الطائر ده في كل حتة. فعلا ما فيش، راحوا شوية غابوا وراحوا رجعوا أخدوا الطائر دون وراحوا نادهوا للساعاتي قالوا تعالى الملك عاوز يقابلك. دخل يقابل الملك، فالملك قال له أنا متشكر خالص إنك حافظت على الطائر دون في الفاترين عندك في المحل علشان نعرف ناخده ونرجعه تاني للأميرة، وأنا بديك كده حاجة يعني هدية بسيطة، واداله ظرف. روح من عند الملك بيفتح الظرف دون لقى الظرف ده فيه 200 جنيه استرليني، والمبلغ دون وقت القصة دي كان مبلغ ضخم جدا جدا. ففرح خالص وموري الفلوس لبناته، قاموا بناته قالوا له يا بابا احنا مش قلنا لك ان ربنا كان بيعول إليا
في البرية بواسطة غراب. أهو ربنا ما زال بيستخدم الطيور علشان يعودنا إحنا نحن البشر ويخلي باله مننا. يبقى أول حتة ما نشكش خالص في رحمة ربنا، وتاني حتة ودي برضو مهمة خالص إن إحنا ما نشكش أبدا في قدرة الله. آخر نقطة ودي اللي أنا هختم بيها، ما نشكش خالص في حب ربنا لينا، ما نخش نشكش خالص في شكش في حب ربنا لينا، خاصة أما الضيقات أو التجارب تزيد علينا، لأن أحيانا الإنسان يمر بضيقات وبتجارب صعبة زي إحنا الفترة دي مثلا سامعين على موضوع الكورونا فيروس، والدنيا كلها مقفولة، الأولاد مش عارفة تروح المدارس، وفي ناس مش عارفة تروح أشغالها، وفي ناس قعدت من أشغالها، وفي ناس خسرت فلوس كتير جدا سواء في الستوك ماركت أو بسبب أعادها من أشغالها. ممكن إنسان يتعب أو يعي، أو يسمع عن حد من قرايبه أو من أحبائه يتعب أو يعي، أو حتى ممكن كمان ينتقل أو يروح السم. ففي وسط الأشياء دي كلها أما الواحد بيشوف المشاكل اللي حواليه يجي له فكر كده، يوم يقول لك الله ده أكيد ربنا مش بيحبنا، ده أكيد ربنا بيعاقبنا، ده أكيد ربنا غضبان مننا، ده أكيد ده أكيد، ويبتدي يقول الحاجات دي كلها. بص أنا عاوز أقول لكم نقطة، مش هخش في حوار إذا كان عقاب أو مش عقاب، هو أيا كان أكيد اللي حصل دون بسماحة من الله، ولكن النقطة اللي أنا عاوز أقولها إن بغض النظر عن إيه هو وإن اللي حصل دون بسماحة من ربنا، إلا إن دون لا ينفي أبدا حب الله لينا. الله بيحبك حتى وإنت في وسط التجربة، حتى أنت وانت في وسط الضيقة. يعني ممكن ربنا يسمح لي ان انا اخش في تجربة وضيقة علشان ربنا عاوز ان هو يعني يقوم الانسان او يمحص الانسان، زي ما احنا عارفين ان الذهب بيتنقى بانه يخش في النار، وربنا احيانا احنا كاولاده علشان غاليين عليه يسمح بينا ان احنا نخش في نيران بعض الضيقات علشان بيحاول يمحص ولاده، لأن احنا عارفين ان الضيقة بتولد تزكية للإنسان قدام ربنا. يبقى أي تجربة أو أي ضيقة أنت تخش بيها وأنت في وسطها، اوعى لحظة من اللحظات تشك في حب ربنا. ربنا بيحبك، والذي يحبه الرب يؤدبه. يبقى حتى لو سمح بدي عليا ده مش معناه ان هو ما بيحبنيش، بالعكس ده معناها ان انا غالي عليه، وعلشان انا غالي عليه ربنا سامح بهذا الشيء علشان يخليني اقرب منه اكتر واكتر، وعلشان يخلي يبقى ليا مكانه في السماء يوم ما اكون اروح السماء وابقى معاه، يبقى ليا مكانه في السماء عنده اسمى واعلى واقرب. ربنا يحافظ عليكم جميعا ويجعلنا سامعين عاملين بالكلمة. لإلهنا المجد دائما أبديا آمين.